يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية والتجارب الناجحة في هذا المجال. وفي نفس السياق يلح على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي يشمل كل مكوناته، لا سيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين، بالإضافة إلى تقوية وتطوير مبادئ التعليم الآلية لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي في كل جهات المملكة. انتهى كلام صاحب الجلالة. لكان مقتطفا من الرسالة الملكية الموجهة لليوم الوطني حول التعليم الأولي بمنظمة الرعاية الإسلامية بالصفيرة 13/2018. إذن عملا بالتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ولضمان أقصى حد من المساواة بين جميع الأطفال المغاربة، تمت بلورة إطار مرجعي موحد للتعليم الأولي. فقد عملت الوزارة الوصية لوزارة التربية الوطنية في إطار شراكتها مع منظمة يونيسف لرعاية الطفولة على أو اعتمدت منهجية شملت أربع محطات أساسية. كانت المحطة الأولى وهي المحطة الهامة هي محطة تشخيص وضع ظاهرة التعليم الأولي بالمغرب، حيث أفرزت هذه المرحلة مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها في تعدد المتدخلين في مجال التعليم الأولي وغياب التنسيق فيما بينهم، وبالتالي غياب إطار مرجعي موحد يضمن التدخل في مجال التعليم الأولي. أيضا من بين الملاحظات هناك تباين في البيداغوجية ومقاربات بيداغوجية معتمدة التي تختلف وتتعدد باختلاف المرجعيات المهنية للمربيات والمربين. إذن فكان إلزاماً على وزارة الوصية التدخل في المرحلة الثانية عبر بلورة مشروع إطار منهاجي موحد تم تجريبه في المرحلة الثالثة على صعيد بعض الأكاديمية الجهوية للتربية والتسويق، ليتم في المرحلة الرابعة تدقيق المشروع وإعادة صياغته ليخرج في صياغته الحديثة. إذن الإطار المنهاجي للتعليم الأولي هو وثيقة الإطار توجه أو موجهة للمنهاج التربوي. إذن فالإطار المنهاج للتعليم الأولي هو مرجع موحد تمت بلورته انطلاقا من موجهات نزاعية واحترامها في تربية وتكوين الأطفال، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة النمائية أي طبيعة الطفولة المبكرة كما تقرها نظرية السيكولوجيا الحديثة والأبحاث التربوية وأيضا كما تؤكدها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الطفل. إذن لم أتوقف كثيرا عند ذكر المرجعيات المؤثرة التعليم الأولي، فقد ورد ذكرها في عرض السيد مدير إقليمي لوزارة التربية الوطنية. إذن بالنسبة للإطار المنهاجي تمت بلورته اعتمادا على ست موجهات أساسية. الموجه الأول هو وضع نموذج بيداغوجي مرجعي لكل أنماط التدخل، أي تحديد قاعدة كفاية موحدة، أيضا تحديد المجالات التعلمية المرتبطة بكل كفاية، وأيضا اختيار وتحديد المشاريع التربوية التي ستمكن من تنمية هذه الكفايات عند أطفال التعليم الأول. الموجه الثاني هو تهيئ الطفل للاندماج والنجاح في التعليم الابتدائي، لأن مرحلة التعليم الأولي هي مرحلة لتهيئ وإعداد الأطفال لولوجي مرحلة التعليم الابتدائي. أيضا كموجه ثالث الربط بين بعدي النمو والتعلم في وحدة مندمجة ومتكاملة، يعني أن مؤسسات التعليم الأولي هي مؤسسات تزود الأطفال بالمهارات الأساسية لمواجهة الحياة ومهارات أساس الحياة، وفي نفس الوقت تسهر على نموهم ونضجهم بطريقة سليمة. أيضا كموجه رابع تنمية كفايات نفس اجتماعية تؤهل الذات وتؤصل شعور الانتماء كالاستقلالية والمبادرة وروح التعاون. أيضا التركيز على تناغم الأنشطة وانسجامها عبر الارتقاء التدريجي من نشاط إلى آخر ومن مجال تعليمي إلى آخر ومن مستوى تعليمي إلى آخر. أيضا امتنان طرائق وتقنيات بيداغوجية حديثة في التعلم والاكتساب تتيح للمتعلمين الانخراط الفاعل والناجح في
سبيل تعب ومنها. إذا من يجب إعداد القطار المنهجي انطلقة من تحديد مواصفات التعليم الأولي وبالخصوص مواصفات التخرج أو منح التخرج من مؤسسة التعليم الأولي، ثم تحديد كفايات مسابقة، أيضا مجالات التعلم والمشاريع الموضوعاتية الكفيلة بتنمية هذه الكفايات لدى أفراد التعليم الأول. إذا بالنسبة لمواصفات الخروج أو منح التخرج من مؤسسة التعليم الأولي، إذا فهي تستهدف أو تهدف إلى إعطاء المتعلمين مجموعة من المهارات الحركية والاجتماعية تؤهلهم لما يلي: التهيئة لتعلمات الأساس الابتدائي، التكيف الإيجابي مع شروط التمدرسية ومستلزماته، التفاعل المالي مع الأقران والمدرسين والمدرسين والمربيات، اكتساب استقلالية وسلوك المبادرة، ثم الاختيار الفاعل في الأنشطة التعلمية والقابلية للتطور والارتقاء. إذا الكفاية التربوية تم استخلاصها من مواصفات التخرج ومن حاجات أساسية هي حاجات من هذا المستوى النفسي الحركي والمستوى الفني والجمالي، حاجات أيضا على المستوى العقلي والمعرفي، وحاجات من هذا المستوى الوجداني والاجتماعي، وهي أبعاد مختلفة لشخصية الطفل. إذا هناك سيتم العمل على تنمية ست كفايات أساس. الكفاية الأولى مرتبطة بالحاجة إلى استكشاف الذات والمحيط. الكفاية الثانية مرتبطة ببناء أسس العمليات الذهنية وتنظيم التفكير. الكفاية الثالثة خاصة بالتعبير اللغوي والتواصل. الكفاية الرابعة مرتبطة بتطوير التآزر الحسي الحركي وإدراك وضعية الجسد. الكفاية الخامسة مرتبطة بالتعبير الفني والجمالي. ثم الكفاية السادسة مرتبطة بتنمية قيم دينية ووطنية وقواعد العيش المشترك. إذا لكل كفاية مجال تعلمي يخدمها. إذا لاحظنا الكفايات، مثلا كفاية مرتبطة بالحاجة إلى استكشاف الذات والمحيط، فالمجال التعلمي الذي سيخدمها هو مجال استكشاف الذات والمحيط. إذا عندنا مجال التعلمي استكشاف الذات والمحيط، بناء الأدوات الأساس لتنظيم التفكير، التعبير اللغوي والتواصل، تطوير سلوك السيكوحركي، تنمية الذوق الفني والجمالي، وبناء القيم الدينية والوطنية وقواعد العيش المشترك. إذا لاحظنا هنا تمت استعمال صياغة أو تسميات لإعطاء التعليم الأولي هوية خاصة تميز واحد السري الابتدائي. إذا المجال التعلمي اللي يقصد بها بالنسبة للتعليم الأولي هي المواد المدرسة للتعليم الابتدائي. مثلا التعليم الابتدائي عندنا مواد مثلا الرياضيات إلى غير ذلك. بالنسبة للتعليم الأولي تم تسمية هذه المادة بناء أدوات أساس لتنظيم التفكير. إذا الهدف هو إبراز الهوية خاصة بالتعليم الأولي، لا تجعل منه سلكة ابتدائية مصغرا، بل سلكة تعليمية له هوية خاصة تميزه عن السلك الابتدائي. أيضا لكل مجال تعلمي مشاريع موضوعاتية ومشاريع تربوية لتنمية الكفايات المستهدفة. إذا بالنسبة للمشاريع الموضوعاتية، عندنا ثلاثة مشاريع موضوعاتية مخصصة للسنة الأولى من التعليم الأولي، وثلاث مشاريع موضوعاتية مخصصة للسنة الثانية من التعليم الأول. المشاريع المرتبطة بالمستوى الأول عندنا فضاء الطفل وجسمه، فضاء الأسرة والبيت، فضاء الحي ومرافقه، ثم ثلاث مشاريع توجد في المستوى الثاني هي فضاء المدرسة ومكوناتها، فضاء القرية والمدينة، فضاء التكنولوجيا والاتصال. إذا هذه المشاريع الموضوعاتية تم انتقاؤها انطلاقا أو على أساس مجموعة من الاعتبارات، أولا الانطلاع للمتعلم أو للطفل من الذات، ثم الخروج به إلى المحيط القاري ثم المحيط الخارجي، أيضا انسجامها مع الميولات وحاجات الأطفال في هذه المرحلة، وأيضا استيعابها للمفاهيم والمعارف والمعلومات والقيم والسلوكات المستهدفة. بالنسبة لتنظيم زمن التعلم، عندنا غلاف سنوي في 34 أسبوع، يخصص الأسبوعين الأولان لأنشطة الاستئناس وتهيئة المتعلمين الآخر، ثم الأسبوعين الأخيران مخصصان لإجراءات آخر السنة، ويتبقى 30 أسبوعاً لتقديم ثلاث مشاريع موضوعاتية، كل مشروع موضوعاتي يمتد بعشرة أسابيع، وكل مشروع موضوعاتي يضم ثلاثة محاور فرعية، كل محور فرعي يمتد لثلاثة أسابيع، ويخصص الأسبوع العاشر لتقويم ما تم بناؤه وتقديم المتعلمين خلال التسع أسابيع الأولى.
بالنسبة للغلاف الأسبوعي ما بين 20 و25 ساعة أسبوعية، نص ساعة على فترتين، على فترة واحدة، والفترتين في اليوم حسب الظروف الإلكترونية التشغيل الفوري. الغلاف اليومي لا يجب أن لا يحل 4 ساعات وأن لا يتعدى 5 ساعات يوميا، ويتجر الإشارة إلى أنه يجب تكييف هذا الغلاف الزمني مع الظروف المناخية والاجتماعية والخصوصيات المحلية، وذلك باستشارة أمهات وآباء الأطفال ومصادقة هيئة المراقبة والتربية المختصة المديرية الإقليمية للتربية والتكوين. إذا بالنظر للطبيعة الحركية للأطفال في هذه المرحلة ومرحلة الطفولة المبكرة، تم اعتماد مقاربات بيداغوجية أهمها اعتماد اللعب كقاعدة أساسية للاشتغال، ثم إنجاز المطلوب من لدن جميع الأطفال، وأيضا التركيز على العمل اليدوي على الأعمال المحسوسة بالنسبة للمتعلمين المبني على الملاحظة وتركيز الانتباه، أيضا تهيئ جميع وسائل العمل وتتبع أعمال الأطفال وزوجها. إصلاح التعليم هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة في التربية المبكرة للأطفال.